الحي ولا عيد مع جيران. السلام عليكم ورحمة الله. الأهل بالغريبة عامة والخرطوم خاصة، كل عام وأنتم بخير إن شاء الله. من المعتوقين من النيران من المقبلين في هذا الشهر إن شاء الله. أخوكم السير مالك محي الدين سراي الدين، رئيس لجنة التغيير والخدمات بالغريبة. السير مالك محي الدين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حسن عثمان محمد عثمان عيساوي عضبرة، الصلاة عن نفسي ونيابة عن أعضاء مكتب الرابطة بعضبرة، نبلغكم تهاني عيد الفطر المبارك لهذا العام، ونسأل الله أن يعود على الجميع بالخير، كما نبلغكم تحيات وتهاني العيد من أبناء الغريبة بعضبرة، وكل عام وأنتم بخير. والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عرض معشاء علم الله. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إصالة عن نفسي، أنا الخليفة جعفر الكبير، ونيابة عن أهلي وإخواني في ولاية البحر الأحمر من أبناء الغريبة البلد الطيب، أبعث لكم بأحر آيات التهاني وأبرقها بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك. جعله الله مباركا علينا وعليكم وعلى جميع الأمة الإسلامية. وبمناسبة الغريبة، وما أدراك ما الغريبة، هذا البلد الطيب الذي خرج أجيال من الحفاظ والعلماء والفقهاء والأئمة الذين يعني جابوا بغاح كثيرة من بلاد السودان على سبيل المسار للحصر في حمرة الوز وفي الأبيض وفي برام وفي كوستي وفي تندلتي وفي جغورة، ثم الخرطوم، ثم عطبرة، ثم بورتو السودان، ثم جبيل، ثم هيا. كانوا أئمة وكانوا رؤساء لكل شيء في البلد، وكان لهم باع طويل في كل شيء، يعني نفعوا العباد والبلاد. وهذا الفضل يرجع للغريبة ولخلوة الغريبة ولجدنا الشيخ الحاج علي ود الحاج بلال. وكذلك مما يشرفنا انه نحن عندنا في من الغريبه خلافه الطريق الختميه. جدنا الخليفه مالك كان هو خليفه خلفاء الطريق الختميه في اغليم دنقله، ثم كذلك انتقلت الخلافه لابنه محمد عثمان وابنه الخليفه علي مالك وابنه محمد عثمان. وكذلك مما نفخر به انه اهلنا في الغريبه كانوا مسؤولين في عهد الخديوي محمد علي باشا، كانوا مسؤولين على الإفتاء من حلفة إلى نملي، كان على رأسهم المفتي وعلى رأسهم الشيخ نحمري وعلى رأسهم التهامي. وإن شاء الله المجال طبعا لا يتسع، لكن في فرصة أوسع إن شاء الله يعني نتكلم كثير عن الغريبة والغريبة، نملك أبنائنا وبناتنا وأجيالنا من الغريبة معلومات عن هذا البلد الطيب المبارك. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والأهل جميعا أهل الغريبة، أصالة عن نفسي ونيابة عن جميع الإخوان والأخوات المغتربين خارج الوطن، نحييكم ونبارك لكم. أول حاجة يعني رمضان، ونسأل الله يعني يتقبل مننا ومنكم الصيام والقيام، وكذلك مبارك لكم العيد، كل سنة وانتم طيبين إن شاء الله. دائما يعني نلقاكم على الخير. و جويرية دارت تسلم على ناس الغريبة، يلا قولون السلام عليكم يا ناس الغريبة. أيوة، قول لهم كل سنة وانتم طيبين. عيني هنا في التلف، قول لهم كل سنة وانتم طيبين إن شاء الله، تأمين وسالمين. لا إله إلا الله.
الله أكبر الله أكبر. وإن شاء الله دائما يعني نلقاكم على الخير إن شاء الله، وتحياتنا للجميع. بارك الله فيكم.